يا روح شوف الشيبي لو كان خد حقه لما حسين الشحات ضربه بالقلم وسب له الدين. كلنا غلطنا حسين الشحات، كلنا غلطنا حسين الشحات، لكن انت رحت للقضاء والقضاء صاحب الأولى الكلمة الأولى والأخيرة وخسرت قضيتك، خسرت قضيتك، وأنا عارف بقول إيه، خسرت قضيتك. سيبك من التضليل بتاع الإعلام، خسرت قضيتك. أنا عجبني جدا الشيخ أبو عبد الله امبارح صديق إبراهيم عساس قال لك إيه، كنت أتمنى إن تجربة بيراميدز تكون مع نادي شعبي، يعني يرعوا نادي زي الاتحاد السكندري، نادي زي أسوان، نادي زي سوهاج، نادي زي إنا، نادي زي المحلة، نادي زي المنصورة، نادي زي دمنهور، نادي زي الأولمبي، أي نادي شعبي، الترسانة، السكة الحديد، أي نادي شعبي عظيم وكبير وليه تاريخ، كانوا هيلموا الجمهور ويشعوا نور. لكن الراجل قال كلمة حكمة، قال لك في القاهرة ليس هناك إلا الأهلي والزمالك. قال لك عشان كده ما قدرش الإدارة المصرية تجاري الأهلي بشعبيته الجارفة ولا الزمالك، ففقدت الصواب وحولت المعركة خارج الملعب. قال لك وأنا كراجل فاهم وفي الاستثمار المالي، الناس ببرامج بيحبوا مصر والإماراتيين بيستثمروا حبا في مصر وما بيكسبوش ولا بيعملوا المشاكل دي، لكن اللي عمل ده مين؟ الإدارة المصرية. عجبني جدا 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 كلام إبراهيم حساس امبارح، من المكالمات الرائعة والتعليقات الرائعة اللي شفتها من خليجي أو سعودي محترم بيحب مصر بالتحديد، اتكلم بالصميم، قال لك الإدارة المصرية تتحمل مسؤولية فشل التجربة الاستثمارية، لازم يتعامل تقييم، لكن هي مش أهلي وزمالك ولا معركة ولا ناس عايزة تودينا الخناقة، لا، اللي بيحصل من إدارة بيراميدز عند واضح وكراهية للنادي الأهلي، ولكن الأهلي لازم يتعلموا ويفهموا. لما عملوا سعد الزغلول والشرفاء اتعمل عشان يقف ضد الإنجليز، يعني على كان هو يبقى صوت البلد دي في الكورة. الأهلي على مدار تاريخه تصدى لمثل هذه الحملات بكثافة، لكن الإخوة الإماراتيين محترمين جدا وأفاضل جدا وبنكلمهم بيردوا علينا، وبالمناسبة ملف كامل سأرسله للإخوة الإماراتيين سواء مجموعة المان سيتي البيراميدز أو الإدارة أو السيد سالم الشمسي، وإن كان هو من بعيد دلوقتي وأنا مش هقول مين الجديد إلا أنا بتواصل معاه أو الناس اللي أنا بتواصل معاها، لأن الأخ سالم الشمسي اتجه للعمل الدبلوماسي وأصبح سفيرا في الخارجية، وتواصلت معه وهبعت ملف للسفير الإماراتي، لأنك أنت عندك خناقة تانية مع ممدوح عيد. يا راجل أنت ممدوح عيد، أي صحفي أو إعلامي يتكلم معاه ما بيعبرهوش، أنت ممدوح عيد غير متعاون مع أي إعلامي ولا أي صحفي. ومصطفى بنطاوي دي قصة تانية، راجل الهنا بوريدة 40 شغلانة و800 مرتب ويروح يزق عليك العيال اللي شغالين معاه، مع كامل الأدب مصطفى بنطاوي راجل احترمته مرارا وتكرارا، ولكن انه يسمح لعيل يشتمني سيكون ثمن ذلك غاليا مهما حصل. انا مش على راسي بضحى مصطفى بنطاوي يا هاني يا بوريدة، ومن غير مناصب، انا مش على راسي بضحى يا هاني بوريدة، وانا باخد حاجة من حد وانا بقبض مليون مرتب، وكلامي في الملف ده كبير جدا. هاني بوريدة اللي جاب لنا مصطفى بنطاوي يجيب لنا ناس تشتمنا وتهددنا بالمستندات، اللي حصل معايا مكانه المحكمة ولن يمر مر الكرام. قولوا لهنا بوريدة ايه علاقتك بمصطفى منطاوي، قولوا لمصطفى منطاوي علاقتك ايه بهنا بوريدة، وهقول لكم
كل المناصب اللي فيها مصطفى ضنطاوي واللي شغالين في اللجنة الإعلامية، وانا عايزهم يشتموا زي ما هم عايزين، يستخدموا لو عندهم صور عريانة ليا ينزلوها، علشان عيل مستخدم ملوك لازمة يبعت لي تهديدات. بص اوريكم التهديدات. احد الشغالين عند ممدوح ايده مصطفى ضنطاوي، مصطفى ضنطاوي يا فندم كان سكرتير ولا كاتب ولا حد عند هلا بريده من كام سنه، عجب لك قصته، واخد بالك انت، تغول وبقي بشكل غير محتمل وهو رئيس اللجنه الاعلاميه في نادي بيراميدز، وبيقبض مبالغ رهيبه وعامل لجنه فيها افاضل محترمين من زمايلنا. ما بقبضش من نادي انا يا مصطفى ضنطاوي، ولما تعاقدت معاك في كل الكوره ب10,000 جنيه في الشهر عشان اعمل لك لايفات، كنت بتبص على دماغي وخدت منك ربع اجري عشان اخلي لك موقعك ينجح، وكنت راجل معاك. انت طول الوقت ما تعرفت حاجه عن الرجوله معايا، طول الوقت مصطفى ضنطاوي يا ساده هو ماسك اللجنه الاعلاميه في نادي بيراميدز، وانا ما بخاطبش عيان، وحتى القضيه انا رافع قضيه على بيراميدز وممدوح عيد ومصطفى ضنطاوي رئيس اللجنه الاعلاميه، لان اللي شتمني شغال مستخدم موظف في اللجنه الاعلاميه وبيبتزني ويشتمني علنا. بص يا فندم، انا هجيب لك دلوقتي ماذا ارسل لي هذا الولد. بص، ارسل لي هذا الولد الاتي. بص يا فندم، شوف، مش هقول اسمه طبعا لانه ما يشرفنيش، ده حضرتك كما موجوده في صحيفه النيابه العامه، ولد من البحيره من ابو حمص وعايش في اسكندريه، بيبتز كل الناس اهو، بعت لي على الواتس وادي رقمه، واخد بال حضرتك، بعت لي يقول لي ايه؟ بص حضرتك، انا اهو، ده شغال عند ممدوح عيد يا جماعه، ده شغال عند محمود عيد، واللي انا تقدمت ايه البلاغ للنائب العام مع ضده وضد ممدوح عيد وضد مصطفى ضنطاوي رئيس اللجنه الاعلاميه اهو. بص يا باشا، علي الحرام من ديني لو ما اعتذرت لانشر الفويس ده في مصر كلها، واعترافك بالدليل اهو، وعرفك انا مين وابن مين، انا صايع وعيل اجري وارزقي وديني ما انا سايبك. ادي اهو، اهو ادي اللي شغالين مع ممدوح عيد ومصطفى ضنطاوي يا جماعه، ادي اللي شغالين مع ممدوح عيد ومصطفى ضنطاوي، وانا بقول لمصطفى خلي الباقي يشتم، خلي الباقي يشتم. اذا كنت تسامحت مع واحد كان صاحبي شتمني باقذر الالفاظ، وتسامحت عشان العيش والملح واهله ناس افاضل واصحابي وهو كان صاحبي، لكن والله العظيم بيني وبينكم القضاء ومعاسيبكم اهو. شوف يا فندم. طيب وبعد كده راح بعت لي ايه يا جماعه؟ بص، كنت في اسكندريه ماسك الحمله الانتخابيه لمين؟ لفرج عامر ب 150,000 جنيه. عادي، احتراف، عايزك تمسك لي الحمله الانتخابيه، اتفقت معاه على 250,000، قال لي هديك 150,000، وما كنتش شغال في قنوات وقتها. رحت مع المهندس فرج عامر اسكندريه وخدت 150,000 جنيه ومسكت له الحمله الانتخابيه. جا الولد ده سعي عليك النبي، اقف جنبي، شغلني، بيستعطفني، واد من ابو حمص من البحيره، له كل الاحترام هو واهله واسرته وناسه. بص يا فندم، راح بعتني الصوره دي بيهددني بيها كانه ماسك عليا صور عريانه اهو. بص يا فندم اهو، ادي الصوره، ادي الصوره اهي، انا وفرج عامر وجه والنبي عايز اتصور معاكم، عادي بتعطف على واحد. بص يا فندم، يقول لك ايه؟ لما انا صايع واجري اخدتني، انا اخدتك سموحه ايه؟ انت اللي اخدك سموحه؟ مين انت يالا؟ سموحه مين اللي اخدك؟ انت جاي تتوسل وتبوس الجزم عشان اشغلك. قلت لك لو نجح فرج عامر هكلمه يدخلك المركز الاعلامي، وراح صقع وجبت له الفقر. وبعد كده بيقول لك ليه عندك فلوس؟ يطلع مستند او اتفاق بيني ما بينه. يا مصطفى يا طنطاوي اللي بتعمله عيب،
يا مصطفى يا قنطاوي اللي بتعمله عيب بقى. اللي بتعمله عيب انت وممدوح عيد اللي بتعملوه عيب. اللي بتعمله انت وممدوح عيد عيب. انكم تطلقوا العيال تشتم الناس بالشكل ده عيب. عيب. انا 54 سنة واستاذك واستاذ اللي جابوك. وبالادب وبالاحترام وبالقانون. بص يا بير. بيقول لي بيقول لنا انت ناكر للجميل وما تمرش فيك حاجة. انت يا ابني انت مين؟ بص على رأي مرتضى منصور ايه العيال دي يا جماعة؟ كلمنا مصطفى قنطاوي عن طريق ناس يا جماعة عيب يا جماعة عيب. قال لك ايه اخر واحد؟ قال لك اصل ده علاقته منه الممدوح عيد وممدوح عيد بيخليه اي حد بيختلف مع بيراميدز في الرأي ممدوح عيد بيخليه يشتمه. قلت له لا ما اعتقدش ان السيد ممدوح عيد بهذا الفكر ولا استطيع ان اتهمه بذلك. الواد يتمادى ويكتب على صفحته ويشتم الى ان تجرأ وبعت لي يا جماعه واتساب بالشكل ده. فده مكانه النيابه. طيب طب بيقول لك الفويز ادي الفويز عرشه لكم انا وانا زعته وهزيعه تاني النهارده. اهو ادي الفويز. ادي الاتفاق حلالا طيبا على شغل. الواد يفكرني اوجري زيه ولا خدام. الواد يفكرني ابيض او مبتز زيه. ماشي يا مصطفى قنطاوي. على فكره انا كنت بقبض لمصطفى قنطاوي عشان تلاقي. بص يا جماعه سمعكم الفويز. طول حياتي بفضل الله لا على راسي بطحه ولا حد كسر عيني ولا قبضت من حد حرام. بفضل الله عز وجل. بفضل الله عز وجل لا اكل الا الحلال. وعشان كده صوتي عالي ورحت كل محاكم مصر ونيابات مصر. ادي يا جماعه الفويز اللي بيهددني بيه ممدوح عيد ومصطفى منطاوي والخدام اللي معاهم. طبعا الخدام دي مش عيب. تعال محمد ده راجل بيخدم. ايوه الله يرحم ايام هاني العتال كنت باخد اجر حلال. يلا كنت باخد اجر حلال ولما عرفت ان الموضوع غلط اول واحد مشيت وغير لغايه دلوقتي بيقبض عشان انا شريك واشرف منك. لكن غير لغايه دلوقتي بيقبض وبيضحك عليك وعلى امثالك. لكن انا بص يا باشا شوف التيك توك. الحمد لله طول حياتي يا ابني لا استحي من عملي. انا نفسي اعرف الحقد اللي عند الزملكاويه ناحيتي عايزين مني ايه. البعض منهم موتوا بغيظكم. خليكم كده تعرفوا تموتوا بغيظكم موتوا بغيظكم. بعض منهم الزملكاويه افاضل ومحترمين ولا اعمم لا اعمم ابدا. ادي الفويز اللي بعتهولي يا جماعه يهددني بيه الواد اللي شغال خدام عند ممدوح عيد ومصطفى قنطاوي. خدام بأجر وانا عاجب لكم بيقبض من مين؟ من كل الناس. على فكرة انا كنت بقبض من مصطفى قنطاوي 10,000 جنيه في الشهر عشان برضه كنت بشتغل. كنت بقبض من مصطفى قنطاوي 10,000 جنيه في الشهر يمكن تفتكروها تعملوا بيها بوست. ولو عندك عايز ابعت لك من قبضني تاني ما عنديش مشكله برضه. لان طول حياتي بقبض بشرف ما بقبضش ابتزاز ولا حاجه. انا اسكت ولا حاجه الخطر ما اتكلمش. بقبض مقابل عمل. شايف طول حياتي شريف واشرف من اشرف اشرف الناس اللي اشتغلت المهنه دي وبصرف عليها من جيبي من سنه 89. ما تكسفش يا ابني من حاجه. هو انت اللي بتتكلم تجرؤ تطلع تقول عن نفسك كده؟ يا باشا انا بعامل ربنا
انا بقبض بشرف. مصطفى طنطاوي كان عنده موقع اسمه كل الكورة بيموله هنا بوريدة، عامله له هنا بوريدة ومجموعة رجال اعمال، اقول لكم بيدوا فلوس لمين وبيعملوا ايه، واخد بال حضرتك؟ فكلمني عايزينك حضرتك تتعاون معانا، انا راجل اسمي زي الطبل، كل الناس تسعى انها تشتغل معايا او اشتغل معاها. قلت له يا باشا ناخد منك 100,000 جنيه في الشهر. كان قاعد اصدقائنا صحفيين يمين وشمال، قال لك طب احنا عايزين ايه؟ ربع ساعه كل اسبوع تعملها لنا وامكانياتنا 10,000 جنيه في الشهر. قلت له يا باشا ببلاش، بدل 10,000 جنيه ببلاش. وقدرت مصطفى وقدرت اللي معاه، واشتغلت في موقع كل الكوره لغايه ما فلس. حتى لما فلس عرضت عليهم الاستمرار لغايه ما بقي حاجه كده على النت ملهاش اي 60-30 لازمه. يعني انا عرضت عليهم الاستمرار رغم انهم ما معهمش فلوس، وانتهت العلاقه باحترام. انت لما يا مصطفى يا طنطاوي مش قادر تحكم حد شغال معاك يبقى تتحمل اللي هيحصل لك. مصطفى طنطاوي جالي تحت بيتي في الكافيه اللي تحت بيتي من اسبوع، وقال لي حقك عليا في اللي حصل من فلان الفلان، مش عايز اذكره لانه كان صديق عزيز واخواته واهله اصدقاء اعزاء، ولو عايز يرجع يشتم تاني يشتم برضه عادي، ولو كل اللي في اللجنه الاعلاميه عند مصطفى طنطاوي ممدوحين عايزين يشتموا يجيبوا اوسع ما بدالهم، يجيبوا اوسع ما بدالهم. انا كان 5 مليون واحد بيشتمني في اليوم، واديني قدامكم الحمد لله واقف على رجلي زي الحسن، لا ادعو من الله غير الستر والصحه. حدش كسر عين يا مصطفى طنطاوي في مصر ولا في اي مكان لو ابطلها واقعد في البيت. تروح ترمي عليا حيل وانت جاي لي تعتذر لي تحت بيتي، وفي الاخر 4-5 مرات نرجع لك عشان انا افهم في الاصول، تبعت لي رساله تقول لي انا ما حدش بيقدر على الواد ده منه الممدوح عيد. مين ممدوح عيد؟ ومين ده ومين انت؟ هنا بريده، انت مهلف هنا بريده يعني؟ ولا والمجموعه اللي معاه محمي فيهم؟ هقول لك للناس من اول ما بديت لغايه دلوقتي، جبت منين كل اللي معاك؟ وشغلت في 400 شغلانه ازاي؟ من لا يقدر الناس لا يقدر، وانت ما عادش ليك تقدير عندي. ما عادش ليك تقدير عندي. ادي يا جماعه القصه. ناس بتختلف معهم ده استثمار؟ يا سيد سالم الشمسي ده استثمار؟ يا اخوانا الاماراتيين ده استثمار؟ شتم الناس وسب الناس استثمار؟ اهانة الناس استثمار؟ رسائل على الواتس اهانات وتهديد وابتزاز استمرار واستثمار وكسب فلوس؟ سب الناس على الفيسبوك وعاملين صفحاتهم ارهاب للناس ده استثمار؟ وانتوا ناس اهل للخلق والمثل والاحترام؟ عادي، اللي عايز يبطلني اعلامي بطلني انا جاهز، اللي عايز يمشيني من البلد انا جاهز. لكن يا جماعه انا خدت على نفسي عهد ابعد عن المشاكل، لكن ان انا الشتم واسكت لا. يبقى بدل ما تجاوز والناس تتعطلني بيني وبينهم القانون، وأشرح لكم كل حاجة بالتفصيل.